إذن البداية من التحذير الأممي حول السوريين، نتابع التقرير ومن ثم نبدأ النقاش. تحذير أممي جديد أطلقه برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة بخصوص انعدام الأمن الغذائي في سوريا التي تعيش أزمة سياسية وإنسانية مستعصية منذ العام 2011. البرنامج الأممي أوضح في تغريدة على تويتر أن نحو 1,200,000 شخص إضافي قد ينضمون إلى قائمة المواطنين الذين يعانون من انعدام الأمن الغذائي وينزلقون نحو الجوع والفقر، داعيا إلى الحصول على تمويل عاجل لإنقاذ حياة المحتاجين، ومشيرا في الوقت نفسه إلى أن 9,300,000 شخص يعانون أساسا من انعدام الأمن الغذائي في بلد تمزقه الحرب منذ 9 سنوات. وتخوف البرنامج من تسجيل رقم قياسي جديد في ظل الأزمة الاقتصادية الحادة التي تعيشها البلاد، والتي تسببت بارتفاع كبير في أسعار المواد الغذائية مع تسجيل الليرة انخفاضا قياسيا أمام العملات الأجنبية. وارتفعت أسعار المواد الغذائية في سوريا حسب الأمم المتحدة بنسبة تجاوزت 100% خلال عام واحد جراء تداعيات الأزمة الاقتصادية في لبنان المجاور وتفشي فيروس كورونا الذي فاقم الوضع الاقتصادي سوءا. ويعيش أكثر من 80% من السوريين تحت خط الفقر بسبب الأزمات الاقتصادية المتلاحقة، فيما تسارع منذ العام 2019 الانهيار الاقتصادي بسبب العقوبات الاقتصادية الغربية، لا سيما العقوبات الأمريكية مؤخرة. وتسببت الحرب في سوريا بفقدان أكثر من 500,000 شخص لحياتهم، وأدت إلى تشريد وتهجير أكثر من نصف السكان داخل البلاد وخارجها، كما دمرت البنى التحتية واستنزفت الاقتصاد وأنهكت القطاعات المختلفة. حول هذا الموضوع معنا من أنقرة الخبير الاقتصادي والمالي حسام ظليطو. سيد حسام، مرحبا بك من جديد على شاشة اليوم. إذن وفقا لبرنامج الأغذية العالمي، 11,200,000 سوري الآن يعانون انعدام الأمن الغذائي. طيب فينا نقول هذا الرقم دقيق ولا هو أكثر؟ تحياتي لك سيدي الكريم وتحياتي لجميع السادة المشاهدين. في الحقيقة دعني أتكلم بالبداية عن موضوع المعايير العالمية التابعة للأمم المتحدة والمتفق عليها عالميا، حيث أن رقم 1.90 دولار في اليوم هو المعدل العالمي. والجدير بالذكر أن أغلب، طبعا ذكرت المعدل العالمي لخط الفقر العالمي، والجدير بالذكر أن أغلب البلدان التي لديها خط فقر خاص يؤخذ بعين الاعتبار أو يأخذ بعين الاعتبار احتياجاتها الخاصة وظروفها ومعاييرها. فالبلدان الغنية على سبيل المثال تحدد خطوط الفقر بنسب عالية نوعا ما، ولكن إذا أردنا أن نحدد من هم أشد الناس فقر في العالم بمعايير مطلقة وبغض النظر عن أماكن تواجدهم، فإننا نحتاج إلى استخدام خط فقر عالمي ثابت. نعم. وبالتالي فإن أهم سؤال ينبغي أن نواجهه هنا هو ماذا يجب أن يكون ذلك الخط. ومنذ عام 1990 اقترح مجموعة من الباحثين تعريف الفقراء عالميا بتطبيق معايير أشد البلدان فقرا في العالم، وأخذوا متوسط خطوط الفقر وحولوها إلى دولار أمريكي باستخدام تعادل القوة الشرائية المعروف عالميا ببروجستيك باور باريتي، ومن خلال ذلك توصلوا إلى خط فقر بلغ حوالي 1.90 دولار للفرد الواحد في اليوم. أما بالنسبة لسوريا بشكل خاص، في الآونة الأخيرة تصدرت سوريا قائمة الدول الأكثر فقرا في العالم بنسبة كبيرة جدا، وآخر الأحصاءات والأرقام تشير إلى أن سوريا تأتي بالمركز الأول عالميا بحسب نسبة السكان الواقعين تحت خط الفقر. والأرقام التي تم ذكرها في التقرير التابع لمنبركم هي، دعني أقول أنها أرقام دقيقة وأرقام ممكن أن الأرقام الحقيقية ممكن أن تفوق الأرقام التي ذكرتموها. طيب بالحقيقة يعني تفضل أستاذ حسام تفضل. أشارت تقارير خاصة بالأمم المتحدة إلى أن أكثر من 11 مليون سوري حاليا بحاجة إلى مساعدة إنسانية عاجلة، واليوم الجميع متخوف من مخاطر مواجهة المجاعة الحقيقية على خلفية جائحة فيروس كورونا المنتشر مؤخرا،
ومن وجهة نظري الشخصية ستواجه سوريا في الأشهر القليلة القادمة خطر المجاعة والهجرة في آن واحد. وهنا أتحدث عن الهجرة الجماعية في حال لم يتم اتخاذ التدابير والإجراءات اللازمة. والشيء المثير للدهشة أن الرقم الذي ذكرته الأمم المتحدة في تقريرها لأن 11 مليون سوري بحاجة إلى مساعدة هو رقم يساوي مقدار سكان دول بأكملها. نعم. طيب بالحقيقة السوريين ما قبل 2011 ما كانوا مرفهين، بس ما حدا كان متوقع توصل الأمور إلى أنه عم نحكي عن 11 مليون جوعة. فما الأسباب الحقيقية وراء ذلك برأيك؟ بكل صراحة اليوم عندما نتحدث عن بلد مثل سوريا عانى من الحروب 10 سنوات متتالية نتج عنها الكثير من الأمور السلبية التي أودت بهذا البلد إلى مستنقع الفقر والتشريد والتهجير والتدمير وبأرقام مخيفة جداً. أيضاً إذا أردنا أن نبحث بهذه الأسباب التي أودت بهكذا بلد إلى أن تجعله أفقر بلد في العالم، ذكرنا سابقاً أن آلة الحرب كان لها تأثير كبير، وأيضاً انهيار الاقتصاد بشكل كامل ويتبعه بشكل مباشر انهيار الليرة العملة المحلية، ناهيك عن استخفاف المسؤولين وأصحاب القرار بالوضع الراهن الذي يعيشه البلد ومقولتهم الشهيرة بأن جميع ما يذاع ويقال ما هو إلا فبركة إعلامية وتقارير وهمية وغير صحيحة، حتى وإن كانت هذه التقارير صادرة عن منظمات أممية وعالمية. لكن عندما نقول أن الأسعار في سوريا مرتفعة فيجب أن نبحث عن مصطلح آخر يعطي الموقف حقه في الواقع، لأن الأسعار في سوريا وصلت إلى أرقام قياسية مخيفة ولا يمكن السيطرة عليها أبدا، والمسؤولية ترمى أولا وأخيرا على عاتق المركزي السوري الذي فشل وما زال يفشل ويحاول محاولات بائسة في الحد من انهيار الليرة، مما أدى إلى أن الشعب السوري يعيش في مجاعة مرعبة الآن. نعم. جراء تضييق الأطراف المتصارعة في سوريا كل حسب المنطقة التي يسيطر طيب. عليها. انعدام الأمن الغذائي يمكن القول أنه موجود اليوم بكل المناطق السورية؟ بكل صراحة يمكننا القول أن انعدام الأمن الغذائي موجود في مناطق سيطرة الحكومات الثلاث، يعني كما تفضلت في جميع مناطق سوريا. نعم. طيب ولكن يحكى عن نسب متفاوتة إلى حد ما، على سبيل المثال في مناطق شمال وشرق سوريا كانت هناك زيادة في الأجور والرواتب بمعدلات عالية لا تقارن أساسا بباقي المناطق، هناك افتتاح من جديد لمؤسسات استهلاكية تقدم المواد الغذائية وغيرها بأسعار أرخص بكثير من الأسعار في المحال العامة. في الحقيقة الكلام الذي ذكرته من حيث المضمون هو صحيح 100%، لكن الشيء الموجود على أرض الواقع لا يمت إلى التقارير المنسوبة إلى الجهات المعنية في هذه المناطق بأي صلة. موضوع زيادة الرواتب والأجور وافتتاح أفرع للمؤسسات الاستهلاكية، نعم حدث ذلك الأمر، لكن موضوع بقينا نعاني من موضوع العرض والطلب. اليوم ذكرت سابقا أن ارتفاع الأسعار يعني ليس بالمستوى المعقول والمستوى الذي يمكن لأي إنسان أن يفكر فيه، هناك ارتفاع جنوني في الأسعار وهناك تناقض أيضا ما بين الدخل والمصروف. ودعني أقول هنا أن الحرب وآلة الحرب أعلنت أو جعلت من سوريا أفقر بلد في العالم. نعم. سوريا يعني يمكننا أن نقول اليوم سوريا التي احتضنت كل العرب، سوريا التي ألفت بين قلوب جميع العرب، سوريا التي كانت بمثابة البلد الأم لكل العرب، سوريا يعني والله نقولها في قلوب وفي قلوبنا غصة لا أحد يستطيع أن يشعر بمدى صعوبتها ومرارتها، لكن لا بأس سيعود ذلك كما يقال بلغة أدبية، سيعود ذلك الحضن الحنون الذي سوف يحوي جميع من يحب السلم والسلام والإنسان. فهذا هو حال السوريين. نعم. فهذا دعني أقول هذه الجملة، هذا هو حال السوريين اليوم، موت يحيط بهم من كل الجوانب، يأتيهم جوا وبرا، موت بطيء ينهش أجسادهم وأجساد من تبقى من عوائلهم على من, نعم. من, من, من اندلاع شرارة الحرب. كانت هناك تنبؤات تقول بأن خيار الحل في سوريا سيكون البوابة الاقتصادية، لكن الدعم اللامحدود من حلفاء الأطراف المتصارعة حالت دون ذلك، ولكن لم تحل دون موت الناس جوعا وبردا. طيب غالبية المناطق السورية اليوم إما تشهد هدوء تام أو نسبي، بالتالي هل نحن أمام فشل في إدارة الموارد؟
بالنسبة لموضوع الهدوء التام والنسبي، أنا لا أستطيع أن أجزم أن بعض المناطق في سوريا تشهد ذلك الهدوء، لأن اليوم جميع دعني أقول سوريا بكامل جغرافيتها تعاني من موضوع انعدام الأمن والأمان، ويوجد هناك يعني كما يقال فلتان أمني في جميع هذه المناطق، وهذا الهدوء الذي أتكلم عنه أنا برأيي ومن وجهة نظر الشخصية هو عاري عن صحة، فلذلك لا نستطيع أن نجزم بوجود هكذا هدوء. في كثير من قوات حكومية إذا وجد نعم. هذا الهدوء نعم. سيؤدي ذلك إلى عدة ستتوفر عدة مقومات تقوم بهذه المناطق اقتصاديا وسياسيا، يعني تنعش هذه المناطق اقتصاديا وسياسيا، لكن هذا الهدوء في الوقت الحالي وفي الوقت الحاضر غير موجود من وجهة نظر الشخصية غير موجود. صحيح أستاذ حسام، يعني اليوم في المناطق السورية الخاضعة للاحتلال التركي يحكى، وهي بنسبة 10% إلى حد ما، يحكى عن فلتان أمني بشكل يومي واشتباك بين تلك الفصائل المسيطرة، ولكن ماذا عن المناطق التي استعادت السيطرة عليها القوات الحكومية وهي بنحو 60%؟ يعني دعني أقول أن هناك يعني قليل من المبالغة في كلامك. اليوم موضوع الفلتان الذي ذكرته في منذ قليل متواجد في كل المناطق. اليوم المناطق التي تسيطر عليها حكومة دمشق يوجد فيها فلتان أمني، وتوجد هناك جرائم، ويوجد هناك ضياع في الحياة البشرية، وكذلك الأمر يعني في مناطق سيطرت الحكومات الثلاث المتواجدة على أرض الواقع في سوريا، لا يخلو الأمر من وجود هكذا مواضيع وهكذا وفلتان. لكن الجدير بالذكر، من يستطيع أن يضبط هذا الأمر إلى حد معين؟ من الذي استطاع أن يضبط الأمر إلى حد معين؟ لا حكومة دمشق اليوم استطاعت أن تضبط هذه الأمور، ولا مناطق سيطرة درع الفرات صح التعبير استطاعت أن تضبط هذا الموضوع، ولا مناطق الإدارة الذاتية استطاعت أن تضبط هذا الموضوع. اليوم نحن أمام أزمة انعدام الأمن الغذائي، إذن أستاذ حسام في ختام هذا المحور، ما الحلول الممكنة؟ يعني ماذا عن إمكانية دعم الزراعة؟ هل من الممكن أن يساهم هذا الأمر في حل الأمر الموضوع؟ بالنسبة للحلول المقترحة هناك عدة حلول، ولكن هي حلول دعني أنا أقول مكتوبة على الورق فقط، لا أحد يستطيع أن يطبق ذلك على أرض الواقع، والسبب الرئيسي الذي يمنع تطبيق هذه الحلول هو آلة الحرب المتواجدة. اليوم انعدام الأمن الغذائي أو وجود مجاعة في أي بلد معين، حدثت هذه المجاعة نتيجة شيء معين، والمجاعة التي من الممكن أن تحصل والتي ذكرت سابقا أنها في الأشهر القليلة القادمة ستواجه سوريا مجاعة جماعية، هي سببها هي آلة الحرب. وعندما تتوقف آلة الحرب ويتم الإعلان عن إيقاف الحرب بشكل تام في سوريا، ممكن أن نتكلم عن حلول مقترحة بوضع بلد يعيش حياة سلمية نوعا ما أو فترة انتقالية، دعني أقول ممكن أن نتحدث عن حلول، لكن طالما الحرب قائمة على أرض الواقع لا نستطيع أن نقترح أي حل مقابل أن تنتهي هذه الحرب. طيب أستاذ حسام تفضل بالبقاء معنا مشكورا، لنذهب إلى فاصل قصير وبعده نفتح ملف وزارة التجارة السورية ورفعها سعر الإسمنت.